إذا الآن مع الجزء رقم 2 المتتالية الحسابية والمتتالية الهندسية. شوف الله يرضي عليكم، باش كنعرف واحد المتتالية أنها حسابية ولا أنها هندسية كنحسب يو إن زائد واحد بدلالة يو إن، كنحسب يو إن زائد واحد بدلالة يو إن. إذا لقيت يو إن زائد واحد كتساوي يو إن زائد آر، واحد العدد آر ينتمي لآر، هذا الحقيقي ياك. الى لقيت الى حسبت يو ان زائد واحد بدلالة يو ان ولقيت هذا الشيء هذا، كنقولوا ان يو ان حسابية اساسها ار بكل بساطة. متفقين؟ يو ان حسابية اساسها ار. مزيان، الى حسبت يو ان زائد واحد لقيتها كتساوي عدد حقيقي في يو ان، هذا كيو عدد حقيقي، كنقول ان يو ان هندسية اساسها كي. في الغالب كنرمزو في الهندسية، في الرمز الرمز كي تبغي، اللي مهم هو المفهوم واش شنو كتعني. اذا الى لقيت يو ان كتساوي يو ان، يو ان زائد واحد كتساوي يو ان زائد ار كتعني حسابية، اذا لقيت في ان زائد واحد كتساوي كي في ان، يعني في ان هندسية اساسها كي وهنا اساسها هذا آه، هو التعريف نتاع الهندسية ونتاع الحسابية. واحد المثال بسيط، إلا خدينا هذه المتتالية، هذه بغيت نعرف واش هندسية ولا حسابية، اش كندير؟ هانتا غادي نحسب يو ان زائد واحد بدلالة يو ان، يو ان زائد واحد شنو هي؟ هي زوج، شوف يو ان هي زوج ان، يو ربعة هي جوج في ربعة، يو خمسة هي جوج خمسة، وإلا درت يو ان زائد واحد هي جوج في ان زائد واحد، شنو ما درت هنا كنديرو هناك زائد ثلاثة، مزيان، تساوي زوج ان، زوج في واحد هي زوج، زائد ثلاثة، مزيان، المخير غادي يحسب جوج زائد ثلاثة يلقى خمسة، وبقى يضيع وقتو، علاش ما نحسبهاش؟ لأنني بغيت أنا نجبد من هنايا يو ان، بغيت نكتب يو ان زائد واحد بدلالة يو ان، يعني ها هي زوج زائد ثلاثة، زوج ان زائد ثلاثة، ها هي يو ان، دونك غادي ندير تساوي هذه وهذه هي يو ان زائد زوج، اذا يو ان حسابيه اساسها هذا اللي شايفنا زوج. نمشيو عند واحد المثال اخر، اذا كان عندي واحد المتتاليه في ان ولا يو ان حتى هي كتساوي 3 في زوج ولا 3 في 4 مثلا و 6، مزيان، كيفاش غادي ندير باش نبين انها حسابية ولا هندسية؟ بكل بساطة غادي ندير في ان زائد واحد تساوي في ان هي ثلاثة في ربعة أس ان، في خمسة هي ثلاثة في خمسة أس في ربعة أس خمسة، يعني شنو ما عندي هنا كنعوض هناك، هنا شنو عندي دابا؟ ان زائد واحد يعني تساوي ثلاثة في ربعة أس بلاص ان، غندير ان زائد واحد، وشنو هذه؟ ربعة أس ان زائد واحد هي ثلاثة، هاد ان زائد واحد غادي نقسمها 4 اس ان في 4 اس واحد ياك، هادي شكون هي هادي؟ خير عاود غيبغي يحسب 3 في 4 لا ما نحسبهاش، 4 اس واحد هي 4، 3 في 4 12 نبقى دونك لا، علاش؟ لان باغي نجيب في ان، وفي ان بانت هو خصني نخليها تماك ما بقاش عاد ندور نضيعها، 3 في 4 اس ان هي في ان، يعني كتساوي 4 في في ان، هاهي تساوي كيف في ان، يعني واش نو؟ اذا في ان هندسيه اساسها 4، مزيان، دونك هادو بالنسبه للتعريف وبالنسبه لكيفاش نبين انها هندسيه ولا حسابيه. اذا الان الى بغينا نكتبوها بالحد الصارع تاعها، هذه متتاليه حسابيه معرفه بالحد بالترجع، عفوا كذلك هذه معروفة بالترجع، لو بغيت نكتبها بالحد الصارع شوفوا معايا مزيان، غادي نبدا أمور بسيطة ونشوف، إلا كتبت إلا حسبت إي واحد مثلا شنو هي؟ هي إي زيرو زائد إر، ياك؟ إلا درت إي زوج،
هي اي واحد زائد ار اللي قبل منها زائد ياك. ولكن هذه اي واحد شنو هي؟ هي اي زيرو اي واحد، هي اي زيرو زائد ار زائد ار اخرى. يعني شنو كتساوي؟ كتساوي اي زيرو زائد جوج ار. الى درت اي ثلاثة شنو غنلقى؟ غنلقى اي زوج زائد ار ياك. اي ثلاثة هي اي زوج زائد ار الحد اللي قبل منها ان زائد واحد، هنا ان اللي قبل منه يعني. هنايا واحد عندك زيرو، جوج واحد، ثلاثة غدير زوج ياك. شنو تساوي؟ اي زوج هي اي زيرو زائد جوج ار زائد ار ياك. يعني شنو هي؟ اي زيرو زائد ثلاثة ار. شنو كتلاحظ؟ ثلاثة ثلاثة زوج زوج. يعني إلا بغيت بصفة عامة نكتب اي ان، هي اي زيرو زائد ان في ار ان كل بسيط. هذا هو الحد العام نتاعها. مزيان؟ يعني الحد العام نتاع مدد الآلية الحسابية هي اي ان كتساوي اي زيرو زائد ان في ار. وكاين واحد الصيغة أخرى ديال الحد العام، صيغة أخرى مثلا إلا بغيت نحسب اي ربعة بدلالة اي واحد مثلا، شنو هي؟ اي ربعة هي اي ثلاثة زائد ار ياك. يعني شنو هي؟ اي ثلاثة هي اي زوج زائد ار زائد هاد الار اللي عندي هنا. اي زوج شنو هي؟ هي اي واحد زائد ار، وهاد زوج ار اللي عندي هنا خصني نزيدهم ياك. يعني شنو هي؟ هي اي واحد زائد شحال من ار؟ ثلاثة ار. مزيان. الا بغيت نحسب اي خمسة بدلالة اي ثلاثة مثلا، شنو هي؟ اي خمسة هي اي ربعة زائد ار، ترجع اي ربعة هي اي ثلاثة زائد ار مع الار هنا. يعني شنو تساوي؟ تساوي اي ثلاثة زائد جوج ار. مزيان. الله، شنو كنلاحظ؟ هاد الزوج هي خمسة ناقص ثلاثة، هاد ثلاثة هي ربعة ناقص واحد. يعني لو بغيت ندير اي ان بدلالة اي بي، بي خص يكون صغير على ان، زائد ان ناقص بي نقدر نبرر عليها بالترجع. تبقي اي ان هي اي بي زائد ان ناقص بي اي ربعة. شنو هي؟ اي ثلاثة زائد ربعة ناقص ثلاثة هي واحد في ان، هي واحد في ان ناقص بي. اي ربعة هي اي زوج ربعة ناقص زوج هي زوج زائد جوج ار، هي ار ار. اي ربعة هي اي واحد زائد ربعة ناقص واحد ثلاثة هي ثلاثة. صافي. يعني اي حاجة، اي حاجة عوضها، عوض بها ان و بي غنلقى طريقة صحيحة. اذن الحد الاخر صريح اي ان تساوي بصفة عامة اي بي زائد ان ناقص بي في ار. وبنفس الطريقة، بنفس الطريقة نبقاو نبينو ان في مثلا الا درنا في في ثلاثة شنو هي؟ هي في زوج، عفوا كي في زوج ياك. وفي زوج شنو هي؟ كي في هاد كي نكتبها في زوج هي كي في واحد ياك. في واحد شنو هي؟ كي في كي نكتبهم بعدا. في واحد هي كي في زيرو. شنو هي؟ كي في كي في كي، دونك هي كي اس ثلاثة في زيرو. نفس الطريقة اللي درت في ربعة ولا في خمسة، غنلقى بأن الوصفة عامة الحد العام تاع متتالية هندسية، نلقاو في ثلاثة هي هادي، في ان كتساوي كي اس ان في زيرو. وإلا بغيت ندير بصيغة أخرى بنفس الطريقة نبينو، ونقدرو نبينو عليها بالترجع. يعني إلا عندك شي وقت ولا حاول تبرهن على هذه بالترجع، ولا هذه كذلك بالترجع. دونك في ان اش كتساوي؟ كتساوي كي أس ان ناقص بي في في بي، كما كانت بي وكما كانت ان، ولكن ان خصها تكون كبر من بي. صحيح. هانت إلا درنا في خمسة هي كي أس خمسة ناقص زوج مثلا في زوج، خمسة ناقص ثلاثة في ثلاثة إلى آخر. دونك هذا هو التعريف نتاع أولا الحد العام نتاع متتالية حسابية ولا متتالية هندسية. حساب المجموع كنحتاجو بعض المرات، كيفاش نحسبو المجموع؟ دونك تابعو معايا مزيان. بالنسبة لحساب المجموع، بالنسبة للمتتالية هندسية، عندي في بصفة عامة في بي زائد في بي زائد واحد
زائد حتى الفي ان اش كتساوي؟ كتساوي واحد ناقص كي اس ان ناقص بي زائد واحد. هذا ان ناقص بي زائد واحد هي عدد الحدود. شحال عندي من حد؟ واحد جوج ثلاثة. شحال عندي من حد؟ عندي ان ناقص بي زائد واحد على واحد ناقص كي في في بي. دونك هذا شوف هنا باش نفهموا علاش درت هذه ان ناقص بي زائد واحد هي مجموع الحدود. انت الا درت في واحد زائد في زوج زائد في ثلاثة زائد في أربعة شنو شحال عندي من حد؟ واحد جوج ثلاثة أربعة. شنو هي هذه؟ هي أربعة ناقص واحد زائد واحد. هي ان ناقص بي زائد ان تاعي هي أربعة هذه ان وبي تاعي هي واحد. دونك أربعة ناقص واحد زائد واحد هي أربعة. دونك واحد جوج ثلاثة أربعة الحدود. متفقين؟ إلا بديت من الزيرو شنو عندي؟ أربعة ناقص صفر زائد واحد هي شحال من حد؟ هي خمسة. أربعة ناقص صفر أربعة زائد واحد هي خمسة. واحد جوج ثلاثة أربعة. المهم هذا هو عدد الحدود صحيح؟ أجي إذا بديت بالصفر في صفر زائد في واحد زائد حتى في ان هي واحد ناقص كي أس. شوف في الصفر هي الأولى ان ناقص صفر يعني ان زائد واحد على واحد ناقص كي في صفر. هذه بالنسبة للهندسية. نعطي واحد المثال بسات إلا خدينا مثلا صفر واحد زائد جوج زائد أربعة زائد ثمانية زائد حتى لجوج أس أن ولا زوج أس سبعة مثلا أس ثمانية مثلا. هادي إلا جيت تشوف شنو هي هادي إلا بغيت نكتبها يعني بحال الشكل المتتالية الهندسية. هادي هي زوج أس صفر زوج أس واحد زوج أس زوج زوج أس ثلاثة زوج أس ثمانية. يعني يعني ان تاعي ولا في ان تاعي شنو هي؟ هي زوج أس ان. الأساس نتاعها شنو هو؟ هادي إلا بغيت نبين الأساس ندير في ان زائد واحد شنو هي؟ هي جوج أس ان زائد واحد يعني هي جوج جوج أس ان يعني هي جوج في ان يعني الأساس هو زوج. إذا المجموع شنو غيساوي؟ واحد ناقص كي الأساس هو زوج أس ثمانية ناقص صفر زائد واحد هي تسعة. واضح؟ هي ان شنو كندير؟ باردون عندي الزيرو بالزيرو يعني ان زائد واحد هي ثمانية زائد واحد هي تسعة. تسعة دونك هي تسعة على واحد ناقص زوج في في زيرو. في زيرو هي واحد صحيح؟ في زيرو في زيرو هي واحد في واحد. دونك نحسب ونلقى النتيجة. دونك إلا حسبنا شحال نلقى تساوي دونك هنا في واحد غتمشي تبقى واحد ناقص زوج أس تسعة شحال هي؟ دونك زوج بزوج ربعة بزوج ثمانية ثمانية ربعة وستين أو ستة أس سبعة مية وثمانية وعشرين أس ثمانية ميتين وستة وخمسين أس تسعة خمسمية وطناش. المهم نتوما تأكدوا أنا على حسبتها غير بيدي على ناقص واحد دونك تبقى ناقص خمسمية وحداش على ناقص واحد يعني هي خمسمية وحداش. المجموع هو 500 باش يبان يعني بين النظر انا غادي في طريق صحيحه ندير واحد المثال اللي ساهل نقدر نحسبه ندير غير هذا. هذا شنو هو؟ هي واحد يعني جوج اس صفر زوج اس واحد زوج اس زوج جوج اس ثلاثة ياك. هذا شنو هي؟ هي واحد ناقص الاساس بين جوج ثلاثة ناقص صفر زائد واحد هي اس اربعة على واحد ناقص زوج في زيرو هي واحد جوج زيرو هي واحد ياك. تساوي واحد ناقص زوج أس ربعة هي زوج بزوج ربعة ربعة ستاش دونك ناقص ستاش على ناقص واحد في واحد تمشي ديال واحد تساوي ناقص خمسطاش على ناقص واحد هي خمسطاش. ونشوف تمنية وربعة طناش والزوج ربعطاش والواحد خمسطاش صحيح صحيح. نشوف عندو واحد المثال آخر هنا أولا نشرحو كيفاش كنحسبو مجموع حدود متتالية حسابية. إي بي زائد إي بي زائد واحد زائد حتى كنوصل لإي إن. هادي اش كتساوي؟ كتساوي عدد الحدود هي إن ناقص بي زائد واحد كالعادة على زوج في إي بي زائد إي إن يعني اللول زائد الأخير. إلا خدينا واحد المتتالية نفسها واحد زائد ثلاثة زائد أربعة زائد
ما توقفش حتى 55 مثلا، او لا عفوا حتى وما نديرو غير هادي اللي باينه، واحد زائد جوج زائد ثلاثة زائد مثلا 100. الى لاحظنا كنزيدو بالواحد، يعني الى بغينا نكتبو المتتاليه تاعنا هي يو ان زائد واحد كتساوي يو ان زائد واحد، لان كنزيدو بالواحد، متفقين؟ كنزيدو بالواحد ياك. الوغ الاساس هو واحد، دونك هادي هي يو زيرو كتساوي عفوا اي واحد. قبل ما ناخذ المتتاليه احسن، لان هادي راه متتاليه باينه، ناخذ شي وحده اللي شويه ناخذها. ناخذ هنا اي ان مثلا كتساوي ثلاثة ان، هادي متتالية حسابية ياك. لاحظ باش عرفت بلي حسابية، الا درت اي ان زائد واحد شنو هي؟ هي ثلاثة ان زائد واحد، شنو هي؟ هي ثلاثة ان زائد ثلاثة، ثلاثة ان هي اي ان زائد ثلاثة، يعني حسابية اساسها ثلاثة. الا بغيت نحسب مجموع مثلا من اي صفر، المهم ما نوقفش حتى الاي 11 ولا اي 10 باش نقدر نحسبها بسهولة. حتى الاي 10 شنو غادي ندير؟ العلاقة هي 10 ناقص 0 زائد 1 على 2 في اي 0 زائد اي 10، صحيح؟ تساوي 10 دونك تعطينا 11 على 2 في اي 0، هي اي 0 هي 3 0 0 زائد اي 10 هي 3 في 10 30. دونك تساوي 3 على 2 15 في 11، دونك 150 زائد 15 هي 165. دونك هادي هي. إلا بغيت نحسبها بلاتي عليا، إي صفر هي صفر، إي واحد هي 3 في 1 3، إي زوج هي 3 في 2 6، إي 3 هي 9، إي 4 هي 12، إي 5 هي 12 زائد 15، إي 6 هي 18، إي سبعة هي 21، إي ثمانية هي 24، إي تسعة هي 25، إي عشرة هي 30. وحسب دابا هادي خصك تلقى 165، ممكن نحسبوها بلا زعيم. تسعة و تسعة 18، تسعة و تسعة 18، 20 30، 45، أوكي 45 زايد 45، 18 و 21 39، 39 بلاتي علينا، 24 و 27 هي 51، زائد 30 هي 81 بلاتي علينا، تساوي 19 و 90 و 120 و 45 هي 165. دونك هذا باش تأكلوا وتطمئنوا وتستوعبوا الدرس، يعني إلا ما تأكدتوش راه غادي يجيكم هاد الشيء يتخانق، ولا هذا غادي يدوز علينا. الوغ الى بغينا نبداو بالصفر زائد اي واحد زائد حتى اي ان، شنو غيساوي؟ ان ناقص صفر هي ان زائد واحد، يعني ان زائد واحد على جوج في اي صفر زائد اي. شوف هنايا كاين اللي ما كي هاد الزوج يديرها هنا بحال بحال، هاد الزوج دير اي بي زائد ان على زوج بحال بحال، يعني سوا درت هكا او لا درت هكا، راه كتقسم تقسم على زوج، متفقين؟ هادي ولا هادي راهم بحال بحال عندهم نفس المفهوم. الوغ غنديرو دابا واحد التمرين في هاد الحالة هادي. إذا التمرين الأول نعتبر المتتالية يو ان تساوي 5 ان ناقص 7، بين أن يو ان حسابية وحدد أساسها. دونك باش نبينو أنها حسابية هضرنا على داكشي، غنديرو يو ان زائد واحد ناقص يو ان. خصني نلقى عدد أولا نحسب إي أن زائد واحد ونلقى كتساوي إي أن زائد، شوف غير والله يرضي عليكم، إما نبين هادي أولا اللي ساهلة أن زائد واحد ناقص هذا رضا منها إي أن تساوي، يعني إما نبين هادي ولا نبين هادي بحال بحال، غادي نبين أنها حسابية هادي وهادي عندهم نفس المعنى، هي إلا ردت إي أن من هنا غتبقى أن، طيب دونك هادي وهادي عندهم نفس المعنى. واش نبين هادي ولا هادي؟ انا اللي كتجيني سهله هي بعض المرات كتجي هادي سهله، يعني كتكون مباشره تلقاها، ولكن من الاحسن نستعملو هادي. اذا راه غادي نمسح هادي وغادي نحسب ان زائد واحد ناقص ان، خصني نلقى عدد
دونك لدينا يو ان زائد واحد ناقص يو ان تساوي يو ان هي 5 ان ناقص لا يو ان زائد واحد هي 5 ناقص يو ان ما تنساش الاقواس ناقص يو ان كامله شنو تساوي 5 ان 5 بواحد 5 ناقص 5 ان ناقص مع ناقص ولي زايد 7 شنو معايا مزيان الى هذا 5 ان ناقص 5 ان 0 ناقص 7 زائد 7 0 تبقى 5 واش لقينا عدد ولا لا لقينا عدد اذا يو ان حسابيه اساسها شنو هو هذا اللي باقي تما 5 صحيح لقينا بين ان يو ان حساب الجمله احسب اي 3 و اي 77 سالين هادو اي 3 هي 5 في 3 ناقص 7 و 5 في 3 ناقص 7 15 ناقص 7 8 هاك اي 77 5 في 77 ناقص 7 دونك هنايا 5 في 77 35 35 38 385 نقسم منها 7 دونك تبقى لنا 78 378 تأكدوا نتوما بلاتي عليكم بالحساب ألور السؤال الموالي أحسب من 3 حتى 77 مجموع إي 3 زائد إي 4 زائد إي 5 زائد 6 زائد إي حتى 77 ألور هذه متتالية حسابية متتالية حسابية ملي كتكون متتالية حسابية القاعدة راه واضحة كنديرو أن ناقص بي زائد 1 على جوج 77 ناقص 3 واحد على جوج في الأول إي 3 زائد إي 77 صحيح تساوي 77 ناقص 3 هي 74 زائد 1 هي 75 على جوج إي 3 هي 8 زائد 878 نقدر نحسبوها 8 زائد 878 هي 886 على زوج في 75 دونك 75 في 886 على المهم حسب الآلة حسابا ماشي باين ياك قسم هذا على جوج ضرب 75 دونك هذه حسب الآلة حسابا نتاع راسك كلنا بين الوقت احسب من اي 0 حتى لي ان عندنا اي 0 زائد 3 حتى لي ان بكل بساطة ان ناقص 0 زائد 1 هي ان زائد 1 على جوج اي 0 اي 0 شنو غتعطينا هي ناقص 7 اي ان هي 5 ان ناقص 7 يعني اي 0 زائد اي ان ياك تساوي ان زائد 1 على جوج ناقص 7 ناقص 7 هي ناقص 14 ناقص 14 زائد 5 صافي هذا هو المجموع إذا بغيت تحسب مثلا مجموع من اي 0 حتى اي 5 كتعوض ان ب 5 وصافي نجيو على التمرين الموالي دونك نمسح هاد الجهه باش نجاوبو هنا هنا البلاص كذا نمسحو كامل ساهل معاه الوغ هنا عطاك في ان قالك راه هندسيه عطاك قالكش باين انها هندسيه عطاك في ان هندسيه ملي كنسمع هندسيه الله يرضي عليكم نكتب هذه في ان هيا نديرو بديو هذا هو طريق في ان اساسها شنو هو اساسها ثلاثة وشنو كتعني يعني هذه الكلمة كتعني ان في ان زائد واحد كتساوي ثلاثة راه هندسية ثلاثة في ان ثلاثة في ان وعندي في واحد عطاوهاني هي زوج الله يرضي عليكم هنايا في المعطيات خص يزدو لنا بين الان يعني كنتاني الان الاطوال على الصفر ما داخلش اول حد هو واحد سوري حدها الاول هو في واحد يعني ما عندهاش في الصفر ما كاينش تبقي دونك نمشيو دابا اكتب في احسب في زوج و في ثلاثة دونك في زوج السؤال الاول في زوج هي ثلاثة في واحد بكل بساطة لأن زوج هي واحد زائد واحد يكون ثلاثة في واحد يعني ثلاثة في زوج هي ستة في ثلاثة هي ثلاثة في زوج
3 في زوج هي 3 في زوج هي 6 تساوي 18. الا بغيت نحسب في 10 ما غاديش نقدر نحسب بهاد الصيغه هادي في 10، يعني خصني 3 في 9 في 9 ما كايناش، نبقى ندور عليها يعني نضل تماك باش نحسبها ياك. الوغ شنو غادي ندير في هاد الحال؟ كيتطرح عليا هاد السؤال، اكتب في ان بدلاله ان، الهدف ديالو هو نحسب في 10 بكل بساطه. اكتب في ان بدلاله ان، دونك هاد السؤال الغرض منه هو نقدر نحسب في 10 وفي 11 وفي 12 الى ما عندي ذلك. دونك السؤال الثاني اكتبوا في ان بدلاله ان، شنو كنعرفو حنايا يعني العلاقة تاع هندسية في ان هندسية يعني اساسها كيو، اساسها شحال هنا 3، يعني في ان بصفة عامة شنو كتساوي؟ كتساوي كيو اللي هي 3 اس ان ناقص بي زائد واحد، عفوا ان ناقص بي، وهنا بي نتاعي هي اول حد نعتبرها هي واحد في في واحد بكل بساطه. صافي هذه هي الوغ شنو تساوي؟ 3 اس ان ناقص واحد في واحد هي زوج. صافي نخليوها بحال هكا، راه كتبتها في الدلاله تاعي. دابا الا بغيت نحسب، شوف انت الا بغيت نحسب في 3 ونتاكد هي في 3 18، الا بغيت نحسبها بهذه الطريقه في 3 تساوي 3 اس 3 ناقص واحد هي زوج، 3 ناقص واحد هي زوج، 3 وزوج هي 9 بزوج هي 18. صح هذا هي ياك. الوغ كتبنا في ان بدلاله السؤال 3 احسب المجموع اس تساوي من في 1 حتى في 8 ياك. دونك اس تساوي في 1 حتى في 8، العلاقه نتاعي في كي دايره هندسيه، اذا العلاقه اللي كنعرفوها الهندسيه اس كتساوي واحد ناقص كي اس ان ناقص بي زائد واحد على واحد ناقص كي في في بي، هذه هي العلاقه اللي عندي. بي هو اول حد وان هو اخر حد، دونك بي نتاعي انا عندي هنايا اول حد هي واحد وان هي اكبر حد هي 8 وكي هو الاساس، الاساس هو 3، يعني هذه اش غتساوي؟ واحد ناقص كي اساس هو 3 و 8 ناقص بي هي واحد، 8 ناقص واحد زائد واحد نتاع القاعدة على واحد ناقص 3 في واحد في واحد في واحد شنو هي؟ المهم نكتبها ما خاصها والو، تساوي واحد ناقص 3 أس 8 ناقص واحد زائد واحد هي 3 أس 8، دونك 3 أس 8 بالحال الحاسب غتلقاها 6561، دونك 6561 على واحد ناقص 3 هي ناقص 2 في واحد هي كنا في معطيات في واحد هي زوج، تساوي الوغ زوج نختزلو مع زوج، هاد الناقص غادي يقلب هادي، دونك غتبقى النتيجة هي 6560، صحيح؟ النتيجة هي 6560. شوف دابا عند السؤال الأخير تي، وحسب تي، شوف الله يرضي عليكم بعدا هاد الرمز خصنا نسالو معاه، كل مرة كنديرو شي تمرين في هذا الرمز، هذا كيعني الجمع، الجمع نتاع هادشي اللي كاين هنا. شكون هو المتغير في هادشي؟ هو اي، اي و اي كتبدا من واحد حتى الان، هذا المجموع ديال هاد الحدود هادو، بحيث اي كتساوي واحد زوج ثلاثة اربعة حتى كتوصل الان، مزيان. دونك هنايا هادي كتساوي لاصوم من اي كتساوي واحد حتى الان ديال في اي، انت الا درت هادي لاصوم ديال اي كتساوي واحد حتى الخمسة ديال في اي، شنو هي؟ هي في واحد زائد في زوج زائد في ثلاثة زائد في أربعة زائد في خمسة حتى الخمسة توقف، صحيح؟ هنا عندي حتى الآن، يعني ما غاديش نوقف حتى الآن لأن راه ما معروفاش يعني واش نقدر نوقف، تساوي دونك القاعدة هي أولا نكتبوها نعرفو عليها، هي من واحد زائد في زوج زائد المهم ما كتوقفش حتى في أن، تساوي واحد ناقص القاعدة هي واحد ناقص كي أس أن ناقص بي زائد واحد على واحد ناقص كي في بي، ياك بي بين هي واحد أول حد هي واحد، أن هي آخر حد يعني تبقى أن، وكي هي ثلاثة، كي هي ثلاثة صحيح، يعني واحد ناقص ثلاثة أس أن ناقص واحد زائد واحد
على واحد ناقص ثلاثة في واحد، دونك هذه هي القاعدة ياكي، وكنعوض لك الشيء اللي قضيت عليه ونخليه باقي، تساوي واحد ناقص ثلاثة أس أن ياكي على ناقص زوج في زوج، تساوي زوج تختزل مع زوج، وهذا الناقص غيقلب هادي، يعني تولي ثلاثة أس أن ناقص واحد، وهذه في حد ذاتها متتالية، يعني تي أن راها متتالية، تي أن هاي. هذه راه هي 3 اس ان ناقص، هذا راه حدا درهم متتالية. الا بغينا شوف لحظه، الا بغينا نربطو هذه بهذه، شوف الا درت تي كيبان هذا الشيء ويبان، الا درت تي 8 شنو هي تي 8؟ هي من 1 حتى 8، يعني هي في 1 زائد حتى 8. شنو هي الا بغيت نحسبها من هذه العلاقه ديريكتوم؟ 3 اس 100 ناقص 1، ثلاثة أس 8 لقينا هاد الميلا هي 6561 ناقص 1 تساوي 6560، هي هادي شتوها؟ هي من 1 حتى 8، يعني هنا حسبناها بالصيغة الصارعة ديالها، وهنا حسبناها بالقاعدة نتاع مجموعة المتتالية، ولكن هذا غير بريو غير زدتو باش نعرفو بأن راه تي أن هي في حد ذاتها متتالية، إن مكتوبة بدلالة أن، وأن عدد صحيح طبيعي.